في إطار الدورة الخامسة من الأبواب المفتوحة المقامة بمدينة أكادير، أنت الآن في أنتم في ورشة طفل مختفي. طفل مختفي نظام إلكتروني يتم بموجبه نشر إشعار باختفاء طفل قاصر بوسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام والفيسبوك لمدة 24 ساعة ولمسافة 160 كيلومتر من تاريخ الاختفاء. مجموع دوائر الشرطة كما تعلمون عندها هذه الابليكاسيون لأنها تتبحث بها على الأطفال القاصرين. بعد ما يتقدم لدى مصالح الشرطة الأب أو الأم أو الوصي الشرعي يتم إنجاز محضر قانوني اللي هو موحد لدى جميع دوائر الشرطة. يتم هذا المحضر مرفوق بصورة أو بدون صورة، وكذلك نسخة من العقد الزياد أو الحالة المدنية. يتم إرسال هذه الوثائق إلى المديرية المركزية بعد ملء البيانات الخاصة بالأطفال القاصرين. كما تعلمون كاين الاسم العائلي والاسم الشخصي والسن والجنس والعلامات المميزة، تاريخ الاختفاء، آخر مرة شهد فيها الطفل، مكان الاختفاء، معلومات إضافية حول مكان الاختفاء، ووصف الملابس، ثم وسيلة النقل. يتم إرسال إلى المصالح المركزية التي تقوم بالمصادقة على هذا الإجراء. يتم إرسالها كذلك إلى مؤسسة ميطا من أجل النشر في الحال، يعني النشر في جميع الهواتف الذكية بالشعاع اللي قلنا اللي هو 160 كيلومتر من أجل العثور على هاد الأطفال. وهذه بادرة قامت بها المديرية العامة للمواطن من أجل تقريب خدماتها إلى المواطنين. أما الإجراء الثاني فيتم هذا المسطرة إرسالها إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث للبحث واكتشاف هؤلاء الأطفال القاصرين. رواق مكافحة الجرائم السيبرانية هو رواق يهدف إلى توعية وتحسيس الزوار بالجرائم السيبرانية بأنواعها وأشكالها والأساليب الإجرامية المعتمدة وكذا طرق الوقاية من هذا النوع من الجرائم. هذا الرواق يوفر لزواره مجموعة من الورشات التحسيسية والمطويات التعريفية وكذا اختبارات موجهة للأطفال وللشباب والبالغين من أجل اختبار قدراتهم في مجال الحماية الرقمية. وجديد هذه الدورة المنصة الرقمية إبلاغ، والتي تم تطويرها من أجل تمكين مستعملي ومستعملات الأنترنت من التبليغ عن المحتويات غير المشروعة عبر هذه المنصة باستعمال مختلف الدعامات الإلكترونية، أجهزة الحاسوب، الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية. وهي منصة تم تطويرها من طرف خبراء ومن طرف أطر المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. الآن حنا سنتواجد في الرواق ديال محاربة الجريمة الإلكترونية. فتبارك الله المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم حنا الإنترنت وهاد وسائل التواصل حاضرة في حياتنا اليومية بشكل كبير، وبالتالي كاين ممارسات غير قانونية غير شرعية اللي كتهدد ممتلكات الناس، اللي كتغرر الشباب الى ما غير ذلك. واليوم انا تنظن راه اليوم صعيب الانسان يدير شي عمل غير قانوني غير شرعي ويخرج من لي رادار، استسمح لهاد الكلمه، ديال المؤسسات. فالوليدات الى جابهم هاد الورشه سي دون الكاد ديال لا سونسيبيليزاسيون والتحسيس ديالهم، كاننا نقول لهم ولدي رد بالك، ابتعد عن الامور اللي ماشي هذيك، راه كل شيء تحت المراقبه. دونك مره اخرى تحيه خاصه وارفع قبعتي لهذه المؤسسه الى جانب باقي المؤسسات التي تسهر على امن وسلامتنا، من قوات مسلحه ملكيه، من درك ملكي، من قوات مساعده وقايه مدنيه. واتمنى، لان قريت انا هذه الدوره الخامسه اختيار مدينه قادير، مازال نتمنى ان في المستقبل اكيد الناس راهم واعين بهذه القضيه. حقيقه هذه فرصه للناس ديال اكادير والمحيط، نتمنى انه تكون واحد اون روتاسيون باش الناس تلامس عن قرب ما يبدل من مجهود من طرف مؤسسه الامن الوطني.